أهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وفي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان النهاردة في فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده هيخلي الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من المتوقع بدرجتين لأربع درجات. تفاصيل أكتر عن الحالة للطقس النهاردة هنتعرف عليها من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة بسنت، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا دكتور. يعني النهاردة في أمطار على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء، ليه عندنا أمطار في الصيف؟ يعني احنا اعتدنا في السنوات الأخيرة على وجود بعض تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة في فصل الصيف، خاصة في شهر 8 وكمان شهر 9. ده بسبب طبعا ارتفاع الحزام المداري اللي بيأثر بسقوط أمطار الصيفية على السودان وأثيوبيا. الحزام المداري ده هو منطقة تقابل الكتل الهوائية الشمالية مع الكتل الهوائية الجنوبية الرطبة، فهو ده بيأثر بأمطار غزيرة بتأدي لسيول، ودي أمطار صيفية احنا معتدين عليها فصل الصيف في أثيوبيا وفي السودان. ده بيرتفع شمالا فبيبدأ يأثر على جمهورية مصر العربية بوجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وفرص سقوط أمطار، مع أيضا توافر يعني كتل هوائية رطبة في طبقات الجو العليا وكتل هوائية كمان رطبة من على البحر الأحمر وارتفاع درجات الحرارة ووجود منخفض جوي. عدة عوامل بتأدي لفرص الأمطار اللي احنا بنشهدها فصل الصيف اللي احنا بدأنا في السنوات الأخيرة نعتاد عليها، يعني احنا مكناش متعودين عليها قبل كده، لكن في السنوات الأخيرة بدأنا نعتاد على وجود السحب، يعني نقدر نقول أو الأمطار الصيفية في فصل الصيف، لكن تبقى في المناطق الحدودية زي حلايب وشلاتين بعض المناطق من أسوان، وبتبقى كمان أمطار غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وده اللي هنبدأ نشهده إن شاء الله من اليوم. فرص لسقوط الأمطار الخفيفة واللي قد تكون رعدية أحيانا، ورعدية أحيانا لأن بيبقى في فرق درجات حرارة السن الكبير الموجود على سطح الأرض وطبقات الجو العليا، بيبقى في فرق درجات حرارة فالسحب بتتحول إلى سحب رعدية، بيكون كمان معاها رياح هابطة. الرياح الهابطة دي بتؤدي لإثارة بعض الرمال والأتربة، وده اللي ذكرناه في تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية. فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من حلايب وشلاتين، بعض المناطق كمان من جنوب سيناء زي سانت كاترين، ده هيأثر بسقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا. لكن المناطق الشمالية سواحلنا الشمالية القاهرة الكبرى الوجه البحري حتى شمال الصعيد في استقرار تام في الأحوال الجوية، بتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائية طبعا قادمة من على البحر المتوسط، بتأدي للارتفاع الكبير في نسب الرطوبة اللي دايما مشهور بيه شهر 8، وبتأدي بقى المزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. بالفعل أجواء اليوم هتكون أجواء حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة على المناطق الموجودة في شمال الصعيد جنوب سيناء بعض كمان مناطق من جنوب الصعيد ده خلال فترات النهار، وخاصة كمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل الأجواء بتكون طبعا فيها ارتفاع في نسب الرطوبة، فبنحس بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية. في بعض المناطق بتشهد نشاط رياح، يمكن نشاط رياح دايما لما نسمع ان في منطقه فيها نشاط رياح يعني احنا هنحس فيها بنسب رطوبه اقل، فبالتالي هنحس بانخفاض درجات الحراره، لكن ده بيحصل خلال فتره المساء فقط. مع استمرار طبعا تكون شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى سواء القناة ومحافظات الوجه البحري. الأجواء الحمد لله هي أجواء مستقرة ما فيش منها قلق، لإذا نستمتع معاها بالأجازة إن شاء الله. لكن مهم جدا وإحنا بنستمتع بالأجازة نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر، الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. يمكن اليوم كمان متوقع العظمى على القاهرة تكون 35 درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة هنحس بيها 37 و38 درجة مئوية، فمهم جدا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنه هيزود أكثر كمان إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. احنا هنتابع درجات الحرارة بالتفصيل. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على التفصيل وطبعا مشاركتنا بتفاصيل الطقس. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة بالتفصيل.
والقاهرة العظمى 35، الصغرى 24، الإسكندرية العظمى 30، الصغرى 24، مطروح 30، 24، سيوة 35، 23، بورسعيد 32، 25، دمياط 33، 25، الإسماعيلية 36، والسويس 35 العظمى، الصغرى 24. العريش العظمى 32، الصغرى 24، كاترين 34، 19، طابة 38، 27، شرم الشيخ 41، 29، الغردقة 39، 28، الفيوم 37، 24، بني سويف 37، 24، والمنيا 38، 23. أما أسيوط 37 23، سوهاج 39 25، إنا 42 27، الأقصر 42 28، أسوان 43 29، الوادي الجديد 43، الصغرى 26، شلاتين 38، وحلايب والصغرى 29، أما الحلايب بقى العظمى 34 والصغرى 26. كده تكون خلصت أخبار الطقس. عودة لأحمد عبد الصمد، اتفضل يا أحمد.